هل يأتي مهرجان بيروت أند بيوند للموسيقى هذا العام بنسخة سابعة استثنائية غاب عنها النفس العربي والأوروبي الذي لطالما أخذ حيزاً كبيراً من المهرجان؟ والسبب الأوضاع التي يمر بها لبنان منذ حوالي 5 أشهر أدت إلى تأجيل المهرجان، فجاء مختلفاً من حيث عدد العروض الكبير وعدد الحانات والمقاهي والمسارح 12 التي استقبلت 24 فناناً وفرقة بيومين. أنواع الموسيقى اللي تم برمجتها السنة ببيروت أند بيوند مختلفة، يعني كمان كان عنا حرص أنه تتمثل الساحة المحلية بكل الأنواع الموسيقية اللي موجودة فيها. يعني فيكن تسمعوا ببيروت أند بيوند الطرب مع دالين جابور، ولا جاز مع دونا خليفة، أو جاز من باي كوارتات، أو حتى راب مع الطفار. وفي اختلافات موسيقية كتير متنوعة عم بتكون بهالنسخة. الاستثناء الآخر للمهرجان هو مجانية العروض، واللافت هو الجمهور الكبير الذي واكب كل الحفلات، ما يدل على نجاح المنظمين في استقطاب محبي هذا النوع من الموسيقى التي تعرف بالبديلة أو المستقلة وأحياناً الأندرغراوند. في جمهور اللي ناقص بالعالم العربي، اللي كان ناقص لهلا هو ميديا يفرجي يحط الضوء على هذا الفن. لا يهم إذا كانت موسيقى مستقلة أو جاز أو فانك أو غيرها، ما دامت تضج بالحياة، خاصة في هذه اللحظة التي يحتاج فيها اللبنانيون إلى الحب والحياة والطاقة. المهرجان افتتحه الفنان اللبناني الفرنسي بشار مار خليفة، الذي تتميز موسيقاه بألحان يستمدها من أنماط موسيقية شعبية وثقافات مختلفة مطعمة بالإيقاعات الإلكترونية. هالموسيقى لازم تاخد مجال، لازم تاخد مدى أكبر، لأنه هالموسيقى اللي هي الحقيقة، هي حقيقة الشعب، هي روح البلد، هي الموسيقى وهذا الفن اللي بيشبه الشعب. صحيح أن المهرجان جاء بنسخة محلية نتيجة الظروف الراهنة، لكنه قدم تنوعاً كبيراً في الحفلات والفرق المعروفة في مجالات الموسيقى الإلكترونية والكهربائية والجاز والصوفية والراب والموسيقى العربية.